أهلي ورفاقي بالتيار الوطني الحر، أيها اللبنانيون، 30 سنة مروا على 13 تشرين 1990، وكل سنة نلتقى بهالمناسبة لنستذكر أبطال غابوا، لكن قيمة الذكرى هي باستخلاص العبرة، والعبرة من 13 تشرين هي إنه ما من حق وراء مناضل إلا وبينتصر. 30 سنة مروا، يعني أكثر من ثلث اللبنانيين كان بعد ما خلقوا بهالتاريخ. 30 سنة مروا، يعني قسم كبير من شعبنا نسي الذكرى أو حتى ما بيعرف معناها. 30 سنة مروا بس نحنا ما مننسى ولا يمكن ننسى، لأنه 13 تشرين بالنسبة لإلنا كانت البداية، بالوقت كتار أرادوها تكون النهاية. تماما مثل ما السنة الماضية قلنا ونبهنا إنه جايين على 13 تشرين جديدة، ولكن هالمرة اقتصادية. اعتقدوا كمان هالمرة إنه ننتهوا منها. بعدهم مفكرين هيك وخليهم مفكرين هيك. هيك مرت علينا سنة جديدة من معمودية النار والظلم لنجدد فيها التيار. نعم، 30 سنة، سنة ورا سنة، من النار والنضال، من الشقى والعذاب، من الظلم والاستهداف، من الحرب والسلم، من النفي والسجن للحكم، من القهر بالخارج وبالداخل، بالإعلام المأجور وبالسياسة، بالأمن وبالاقتصاد، بكل الوسائل، بكل الظروف، وبكل العالم بوجهنا ونحن عم نواجه 13 تشرين ورا 13 تشرين. الكل معتقدنا عم نخسر وعم ننتهي، ونحن عم نعمل بداية جديدة للتيار وعم نتجدد. تتذكروا لما قالوا انتهى الكابوس؟ تتذكروا لما قالوا انتهى عون؟ تتذكروا لما قالوا انتهت العونية؟ كانوا يتنمروا علينا مثل اليوم ويسألونا بعدكن عونيين؟ بعدكن مآمنين؟ بعدكن مصدقين؟ هن يقولوا ضروري وشرعي ومؤقت، ونحن نقول حرية، سيادة، استقلال. قالكن مين اللي بقي؟ أي شعار مات وأي شعار ما بيموت. وقتها كنا بضع مئات وبقينا، اليوم نحن ميات الألوف. وقتها كنا وحدنا وبقينا، اليوم نحن مش وحدنا. وقتها المعادلة الداخلية والخارجية كانت ضدنا وبقينا، اجتمعوا علينا من جوا ومن برا وبقينا. وقتها اجت طيارة وطيارة فوقها وبقينا، أما اليوم الطيارة ومعادلتها انكسرت وما بقى تنفع. المعادلة يلي عم تحمي لبنان اليوم كسرت الطيارة ونحن بصلبة. ما بتنفع طياراتكن ولا تهديداتكن ولا عقوباتكن. اليوم الخطر هو من نوع تاني، مشان هيك سميناه 13 تشرين اقتصادي، لأنه الخطر مالي واقتصادي وعم بيهدد الكيان بالزوال، وتحديداً
بالسنة يلي عم بتحل الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير. هيدي أهمية الذكرى السنة، 100 سنة بما إلها وبما عليها، بتخلينا نوقف باحترام قدام كل النضالات والعذابات، من حرب 48 لثورة 58 لحروب 67 و73 ولانفجار الحرب بال 75 وصولا ل 13 تشرين 90 وبعدها 93 وال 96 وال 2000 وال 2005 وال 2006 وال 2019 وال 2020 والله وحده بيعرف شو مخبالنا. 100 سنة من المحطات عاش فيها لبنان ضغوط الخارج وهي مدمرة، وعاش انقسامات الداخل وهي قاتلة، ولكن ما مر يوم محنة مثل يلي عم يمر فيه نحن اليوم. محنة اليوم هي الأصعب. ليه؟ لأنه الإصابة اليوم طايلة شعبنا بلقمة عيشه، بشغله، بمعاشه، بإيداعاته، بمدخراته وبتعليم أولاده. المواجهة اليوم هي على شعبنا، هي مواجهة شاملة بالأعلام وبالمال وبالسياسة وبالحرب النفسية وبشل القدرة على التفكير السليم وبغسل الأدمغة بالثورات الملونة المصطنعة جزئياً والممولة خارجياً. لو المواجهة هي تقليدية بالعسكر نربحها وربحناها أصلاً، ولو المواجهة هي تقليدية بالسياسة نربحها وربحناها أصلاً، لكن المواجهة هي اقتصادية مالية لتركيع البلد والناس، والسلاح هو الدولار، والدولار مش بإيدنا، الدولار بإيد يلي بيطبعوا. هيدي نقطة ضعفنا وهن عارفينا وعم بيستغلوها. لهيك بتشوفنا بالمقاومة السياسية منصمد ومننتصر، بينما بالمواجهة الاقتصادية منفكر مرتين. مش لأن ضعفنا نحن، ولكن لأنه شعبنا ضعف ومش قادر يتحمل الضغوطات المالية. نحن ما ضعفنا، نحن كل همنا هو شعبنا ما ينكسر أكتر، وهن كل همهم كيف يكسرونا. نحن همنا الناس وهن كل همهم نحن وكسرنا. هيدي هي المعادلة، بعدنا بنفس المعادلة الداخلية بمجتمعنا من سنة 1990. نحن همنا نخلص البلد وهن همهم يخلصوا علينا، وما عندهم شي بالبلد غيرنا، وما فهموا معادلة انهم من دوننا خسرانين شو ما عملوا وحتى لو ربحوا. أقسى ما في الحياة يا رفاقي ويا أهلي، أقسى ما في الحياة انه يعيد الإنسان التجارب المميتة نفسها من دون ما يتعلم. لما الإنسان بيأذي حاله أو بيقتل حاله، هيدا شيء ممكن تتوقعه لأنه بيتعلق بشخصه، لكن ما لا يمكن أنك تتوقعه أو تقبله أو تفهمه هو أنه إنسان يقتل مجتمع بكامله من دون ما يتعلم. شو ممكن تسمي هيك إنسان؟ مجرم؟ لا أكتر. المجرم هو يلي بيقتل إنسان بريء، ولكن شو منسمي يلي بيقتل مجتمع بكامله بسبب نزواته وعقده النفسية
اي لقب منعطيه. انا هون ما عم بحكي عن لعبه ديمقراطيه عاديه، هيدي مفهومه. وبيقدر واحد يتامل بانتخابات بلحظه او بفوره معينه ان تجي لصالحه، هيدا حقه، وخاصه اذا عايش كل حياته على هيدا الحلم. خليه يحلم، مش مشكل. المشكله مش الديمقراطيه، المشكله امنيه، لانه بلشنا نشوف مظاهر تفلت امني من بعد 17 تشرين، وصارت تاخد اشكال مريبه. ساعة غرفة عمليات وقطع منهج للطرقات، وساعة عمليات انتشار وخطط تقطيع أوصال وحواجز، وساعة مظاهر وعروض شبه عسكرية ورسائل تهديد وصولا لميرنا الشلوحي. أنا بس بدي أقول كلمتين: حط الإيد على مجتمعنا بالقوة ممنوع، بالمنيح، بالإقناع، بالإعلام، بالديمقراطية، جرب قد ما بدك، ما في مشكل، بس بالقوة ممنوع. وهيدي المحتلة والتمسكن والبيانات وبيمون الجنرال، هيدي منعرفها وقديمة وما بقى تقطع علينا. في ظاهرة تانية أسوأ وأخطر على المجتمع من الميليشيا. ميليشيا نعرفها وتعودنا عليها وعشناها، ولكن الحراك الفوضوي، لأنه بيزرع الفوضى مش بس بالمجتمع وبالإعلام، بل أخطر، بيزرعه بالفكر. طبعاً ما عم نحكي عن الحراك الصادق يلي من أيده ومنريده أنه يستمر، ولكن للأسف لا ساعد نفسه ولا ساعدنا بحربنا على الفساد. ياما ندينا المجتمع المدني قبل 17 تشرين، واليوم عم نناديه مجددا بذكرى مرور سنة ليستنهض نفسه، ولنتشارك نحن وياه بتحريك القضاء والملفات وبإقرار القوانين العالقة. الحراك اسمه معه، لازم يتمتع بالدينامية البناءة الإيجابية يلي بتقدم الأفكار والمشاريع وبترسم الأهداف اللي بتتحقق ويلي بتجمع الناس حولها، مش أنه يكون أداة هدم بتسكر المصارف والطرقات، بتدمر المؤسسات والشركات، بتسرع بانهيار العملة وزيادة التضخم، وبتعطي العذر لوقف الدعم ولانسداد الأفق. نحن مندعي لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة، ووضع برنامج تنفيذي للضغط على مجلس النواب بإقرار القوانين الإصلاحية، مش قوانين العفو، للضغط على الحكومة باعتماد سياسات دعم للأفراد ومش للمواد، للضغط على المصرف المركزي لإعادة الأموال المهربة للخارج، للضغط على القضاء لإصدار الأحكام بالملفات العشرات يلي نحن مقدمينها وعيلة عنده، للضغط على القوى السياسية لتكون جزء من الإصلاح ومش تجهيلها وحمايتها عبر تعميم تهمة الفساد. أهلي ورفاقي بالتيار الوطني الحر، لبنان الكبير عاش 100 سنة من الصراعات على الخيارات وعلى الانتماء، ولغاية اليوم ما لقى الأجوبة الشافية، وهو اليوم هايم على وجهه بلا بوصلة وبلا قوة جاذبية بسبب الأعطال بالنظام. العطل الأساسي اليوم هو عدم وجود حكومة يلي هي مركز القرار،
وبالمناسبة مش على علمنا ولا حدا بلغنا انه الرئيس ماكرون عين هو كوميسار او مفوض سامي على لبنان. حتى يعمل بريفي علينا ويشرف على اشراف عام على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ويشوف مدى التزامها بالمبادرة. وبكل الأحوال يلي بده يرأس حكومة اختصاصيين لازم يكون هو الاختصاص الأول. أو يزيح لاختصاصي. ويلي بده يرأس حكومة سياسيين فحقه يفكر. إذا بده يفكر وإذا كان هو السياسي الأول. ويلي بحب يخلط بين اثنين بده يعرف يعمل الخلطة، ما يخلط علينا وبلا تزاكي وبلا إعراضات إعلامية. كل مرة بدنا نألف حكومة في مشكلة بسبب إضاعة الوقت وتعطيل التأليف. ومؤخرا بلشنا بموضة جديدة هي اقتناص فرصة التأليف لننقض على الدستور باختراع صلاحيات وأعراف جديدة. وآخرها فريق من اللبنانيين بيعتبر انه الفرصة سانحة له ليحط ايده من خارج الاصول والدستور على وزارة. واعتبار فريق اخر بالمقابل بيعتبر انه الفرصة سانحة له ليحط ايده على كل الوزراء ويسميهم هو من خارج الاصول حتى من دون امتلاكه لأي أكترية نسائية أو نيابية. الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة أنه الفريقين جاهزين لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيلهم على مكسب بكرسوه بمحفظة موقعهم بالنظام. بالمقابل نحن بالتيار الوطني الحر منشوف الفرصة سانحة اليوم مش بس لإنقاذ البلد عبر المبادرة الفرنسوية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري بيمنع الشغور بالسلطة التنفيذية وبيقوم على فكرتين. واحد، إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى ما بتتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية. بتكون طبعا ملزمة هالاستشارات لإله بنتائجها، ولكنها ما بتكون مؤيدة للنواب بتحديد خياراتهم مثل ما هن بيرتقوا. اثنين، إلزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية، وإلا اعتباره معتذر حكما وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات. وطبعا بالحالتين بيتوجب على المجلس النيابي اعطاء الثقة او حجبه بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومة، وإذا بدنا تقصير المهلة لأسبوعين بحالة تكرار. وأنا اليوم بعلن باسم تكتل لبنان القوي تقديمنا لتعديل دستوري بهيدا الخصوص. أيها اللبنانيون، أيها الرفاق، نحن بنعمل هالشي لأننا محروقين على البلد، محروقين على إضاعة الفرص، محروقين على تبديد الوقت. نحن ناس عنا برنامج ورؤية وقرار وإرادة، وعنا الأهم القدرة على الإصلاح،
نعرف شو بدنا ومنعرف البلد شو بده. الوقت عم بيقطع وما في شيء عم ينعمل. كرمال هيك نحن محروقين. بالميل معروف شو المطلوب نعمله. وأن البرنامج الإصلاحي الكامل لازم نغير السياسة القائمة من سنة 90 على تثبيت سعر الليرة ورفع الفوائد لزيادة أموال المتمولين، ونعمل سياسة معاكسة تماما عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محرك للاقتصاد مش مجمد لإله. يعني باختصار وبصراحة، ما فينا نقبل بشخص بعده عم بيقول بعد 30 سنة انه بده يحافظ على نفس السياسة وعلى نفس الاشخاص ويتوقع نتائج مختلفة عن سرقة اموالنا وودائعنا وسحبة وخطفة للخارج. وبحسب القول الشهير، الغبي هو يلي بيعمل نفس الشيء مرتين وبنفس الأسلوب وبيتوقع نتائج مختلفة. أما بالاقتصاد فمعروف كيف لازم ننتقل من الريع لسياسة الانتاج والضائقة المعيشية. يلي عم نعيشها اليوم هي فرصتنا لأنها بتعبر عن حاجة الناس للاقتصاد المنتج، وهيدي الحاجة لازم تستمر لسنين طويلة لقدام. زراعة وصناعة وسياحة واقتصاد معرفة. أما بالإصلاح وبمكافحة الفساد كمان صار معروف شو لازم نعمل شو لازم ينقر. كل القوانين منيحة وعظيمة، ولكن في عنون واحد وفي عمل واحد عملناه نحنا بالتيار. البعض سموه فولكلور، بس أكيد هن الفولكلور ما بيسترجوا يعملوه ومنتحديهن إنهم يعملوه، وهو إنه يكشف كل متعاطي بالشأن العام حساباته وأملاكه للرأي العام. هيك بتتغربل الناس، وهيك بتفصل مين معه عن مين ما معه، وبتفصل بين الآدمي يلي مصرياته من تعبه وبين الفاسد يلي مصرياته من الدولة والمال العام. وكل شيء أقل من هيك، يعني كل شيء أقل من قانون كشف الحسابات والأملاك، هو هروب منكم من مكافحة الفساد. هيدا هو تحدينا مرة جديدة للإعلام الكاذب والمأجور. هيدا هو تحدينا للحراك الكاذب، وهيدا هو تحدينا لأجهزة المخابرات الكاذبة. وهو فشل إلكن كلكن بالتحدي اللي رفعناه بوشكن. هو فشل لهيدي المنظومة السياسية المالية الإعلامية المخابراتية المنظماتية بوجه أوادم البلد. هيدي منظومتكن يلي هي فعليا حاكم البلد، مش نحن حاكمينه للبلد. نحن شغلتنا انه نكسرها تنخلص البلد من فساد سياسي ومالي واعلامي متحكم فيه. نحن شغلتها انه كسرها، وهي شغلتها انه تكسرنا، وهيدي هي المعركه. رفاقي واهلي وكل اللبنانيين، 13 تشرين كانت لسيادة بلد واستقلاله، وسقط شهداء لأجل هالشيء. ولكن بنتيجة 13 تشرين انفرض علينا الطائف بقوة المدفع وارتضيناه من بعدها لأنه صار دستورنا. ولكن ما صار إنجيلنا ولا صار قرآننا. الطائف دستور ومنه كتاب مقدس، ولا هو قدر محتوم لنبقى عايشين ببلد نظامه متخلف. الطائف وصلنا له بكلفة عالية
ودفعنا ثمنه 30 سنة تخلف وفساد وانهيار، والدساتير تتعدل، وخاصة إذا كانت مولدة للمشاكل ومش للحلول. ودستورنا في آلية لتعديله ولتطويره من دون حروب، لبل بالتفاهم. ما في إمكانية أبداً لأنه نستمر بالعيش مع هالدستور النتن والعفن يلي إجينا بالدبابة وكمل علينا بالفساد، وهلأ بده ينهينا بالجمود بالموت البطيء. الحلول موجودة وما في لزوم ننتظر الخارج، بل هي بتنبع من الداخل، من إرادتنا الوطنية، من إرادة شبابنا. بدنا نجدد حياتنا وفاء لشهدائنا وكرمال شبابنا، شبابنا يلي ما بيعرفوا لا الطائف ولا 13 تشرين، شبابنا يلي بيريدوا نظام جديد بيشبههم، بيشبه تنوعهم. ايه نحن متنوعين، وصحيح انه إدارة التنوع هي أصعب أنواع الإدارة، وعلينا مواجهة الناس بالحقائق. والحقيقة انه اللبنانيين هن مجموعات طائفية تسعى لأن تكون شعب واحد متساوي بدولة واحدة، ولكن بعد ما صارت هيك صحيح أن الطائفية هي بأساس الكيان، ولكن نظامنا الطائفي صار هو السبب بفشل الدولة. نحن منعرف تمام أن عم نعيش بهيدا الشرق الطائفي، ومنعرف تمام معنى الانتماء للأديان والحضارات والثقافات، ومنعرف كمان معنى الحداثة والعصرنة، ومنعرف انه اذا نحن اولاد الشرق هيدا ما بيعني انه محكومية بالتخلف. وهون قدرت اللبنانيين على الابتداع للحفاظ على لبنان الكبير يلي ارادوه ابائنا المؤسسين. والابتداع بيكون بايجاد صيغة خلاقة بتفصل بين يلي منختلف عليه وبتجمع بين يلي منتفق عليه، وبالحالتين بتصالح كل مكون مع فكرة الدولة، بتحرره من موروثاته البائدة، وبتحافظ له على مكتسباته الكيانية، وبتدمج اثنين الموروثات والمكتسبات بمشروع الدولة. بمجلس الشيوخ منحط كل فوارقنا وتمايزاتنا، ومننشئ مجلس شيوخ على أساس انتمائنا المذهبي، وبيكون القانون الأرثوذكسي أساس تكوينه من دون عقد ومن دون خجل، ومنقول أنه ممنوع المس بخصوصياتنا المحمية بهيدا المجلس والمصانة بمناصفة لا يمكن لعدد أنه يمس فيها. وبمجلس النواب منحط كل شيء بيجمعنا، ومنطلع من أقبية طوائفنا، ومنروح للنظام انتخابي بيوسع دائرة انتمائنا وبيسمح بأقصى مدى ممكن لانتمائنا المدني، بدءا بقانون موحد للأحوال الشخصية بيعطي أقله الحرية والخيار يلي بيريد يخرج من شرنقة مذاهبنا عبر قانون زواج مدني. وبيبقى الأهم أن نعبر عن مواطنيتنا وعن انتمائنا لوطن ولكيان عبر انتمائنا لدولة ولمؤسسات ولنظام ولدستور ولقوانين، ومجموعة كل هالأشياء بتكون الدولة المدنية العصرية، دولة مدنية من خلال عقد اجتماعي جديد بيكون على مستويين مناطقي وخدماتي. وهيدا بيعني اعطاء هوامش للمناطق بالانماء، واعطاء هوامش للناس بالخدمات، بحيث بيشعر كل مواطن انه بياخد حقه من دولته، مش بانتمائه لطائفته، ولكن بانتمائه والتزامه بمجموعة القوانين والضرائب والرسوم
والمتوجبات عليه للدولة ومساهمته بمالية الدولة مثل ما الدولة هي عم بتساهم بإعطاء حقوقه. هيدا هو التوازي بالحق بين الفرد والدولة، وهيدي التبادلية يلي لازم تتأمن وتتساوى ليكون هناك منظومة